هلا والله بالشباب، رجعت لكم بفيديو جديد. واليوم موضوعنا 5 ألعاب سيارة الأجهزة الأندرويد والآي أو إس. طبعا يا أصدقائي سوف أسوي لكم نظرة سريعة وشرح سريع عن الـ5 ألعاب هذه، وخليكم مع المقطع. في مرتبة الخامسة لدينا لعبة مود أوت 2. هذه اللعبة عن عالم المفتوح، ويعني تعتبر زي لعبة جي تي اي وجميع ألعاب روكستار، يعني عالم المفتوح وفيها ميشنز والمهام، وتقدر يعني تقتل وتسرق سيارات، يعني زي جراند. وطبعا حجمها 550 ميجا بايت، وتدعم على الأجهزة الأندرويد والآيفون. في مرتبة الرابعة لدينا لعبة درايفينج سكول سيميليتور 2020. هذه اللعبة طبعا مشهورة جدا ولها كثير من التنزيلات عبر جوجل بلاي. وطبعا هذه اللعبة عالم مفتوح فيها عدة من المراحل وعدة من الأماكن والسيارات، وطبعا حجمها 820 ميجا بايت، قريبة لل 1 جيجا. وطبعا تقدر تلعب بكثير مراحل وداخلية سيارة وجميع الأمور. وفي مرتبة الثالثة لدينا لعبة يوروبين لكجري كار. طبعا هذه اللعبة برضو فيها العالم المفتوح وتقدر تلعب بعالم مفتوح وفيها كمان عدة سيارات، بس فيها 3 من الخرائط، يعني فيها 3 خرائط فقط. وطبعا هذه اللعبة حجمها قليل وحجمها 98 ميجا بايت، وطبعا تدعم الأجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون والأجهزة الضعيفة. وفي مرتبة الثانية لدينا لعبة كار باركينج مالتي بلاير. طبعا هذه اللعبة لها كثير من التنزيلات في جوجل بلاي، وطبعا تشتمل كثير من السيارات وكثير من الأماكن، وحجمها 362 ميجا بايت. طبعا هذه اللعبة لها مراحل، يعني مراحل تلعب المراحل وتجمع فلوس وتشتري سيارة، يعني فيها أكثر من 100 سيارة. وفي مرتبة الأولى والأخيرة لدينا لعبة إكستريم كار درايف. طبعا هذه اللعبة قديمة ومشهورة ولها كثير من التنزيلات، وحجمها 66 ميجا بايت فقط، صغيرة، ولديها 3 من الخرائط، لديها المكان السيتي ولديها المطار ولديها الجبال. وتصلح هذه اللعبة للأجهزة الضعيفة والأندرويد والآيفون. وإلى هنا نوصل ختام حلقتنا اليوم، وإن شاء الله تستفيدوا من طريقة الشرح وتنزلوا الألعاب عندكم وتجربوها بأنفسكم. وإلى هنا انتهي فيديونا اليوم، وإلى اللقاء، سوف نلقاكم بفيديو آخر، ومع السلامة.